نشرة أخبار الرشيد. بداية، كيف تنظرون إلى موافقة الكتل على تمديد العمل بالدراجات الخاصة، وما الضامن أنه خلال فترة التمديد سوف يحسم هذا الملف؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية تحية طيبة لحضراتكم ومشاهدي قناتكم الكريمة. أكيد موضوع الدراجات الخاصة أخذ كثير من النقاش داخل الكتل السياسية ومجلس النواب وفي الإعلام وفي الحكومة. في نفس الوقت موضوع التمديد كان هو شيء قانوني ولا بد منه، باعتبار اليوم الدولة سائرة على العمل بالوكالة لمدة أكثر من 13 عام، فانتهاء المدة يوم 30/6 يعني انتهاء هذه المناصب، يعني راح يكون تعطيل لمفاصل الدولة بالحركة الإدارية وبالعمل. يحتاج اليوم المدير العام أو غيره يوقع على كتب، يحتاج تمشية أمور الناس، لذلك كان هناك اضطرار ولم تكن لدينا رغبة لولا أنه الحكومة يعني تلكأت في إكمال هذه الدرجات الخاصة والوظائف المدراء العامين وغيرها. لكن للأسف حكومة السيد عادل عبد المهدي لم تخطو خطوات سريعة. أعتقد الأسبوعين الأخيرين عندما كان هناك ضغط من مجلس النواب بالتحديد على حكومة السيد عادل عبد المهدي، اليوم أمس شاهدنا صرح أنه حسم أكثر من نصف الدرجات الخاصة. طبعا للتوضيح، بعض الدرجات الخاصة أو أغلبها لا يحتاج التصويت داخل مجلس النواب، يحتاج التصويت داخل مجلس الوزراء. يعني المهمة الأكبر هي تقع على عاتق مجلس الوزراء وليس على عاتق مجلس النواب. ما يهمنا كمجلس النواب، نحتاج أنه السيد عادل عبد المهدي يرسل الأسماء كاملة لمجلس النواب التي يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب، حتى تدفع سلة واحدة أو تدفع بالتصويت كامل، حتى تكون هناك أيضا فرصة للاستبدال الذي لا يحظى بثقة مجلس النواب. أكيد يجب استبداله. الفترة والمدة النهائية التي اتفق وتعهد بها السيد عادل عبد المهدي أنه يوم 24/10 اللي هي تعتبر السنة الأولى لحكومته حسب برنامج الحكومة، أنه تعهد خلال السنة الأولى ينهي إدارة الدولة بالوكالة. كنا نتمنى أنه في الفصل الأول أو النصف الأول من السنة ينهي هذا العمل، لكن للأسف لم تحصل. المهم أن هناك خطوات جادة لإكمال هذا الموضوع. يتعهد وتعهد أمام الرئاسة الثلاث فيما بينهم أنه في يوم 24 أو قبل 24/10 ستكتمل كافة الدرجات الخاصة. لكن هناك من يرى أنه تمديد الدرجات الخاصة هو فقط محاولة لكسب الوقت وبالتالي توزيعها وفق المحاصصة. يعني موضوع التمديد شيء والمحاصصة شيء ثاني. أكيد التمديد كان هناك حالة ضرورية لاستمرار عملية الدولة واستمرار اليوم الموجودين في الحكومة العراقية بالدرجات الخاصة. 90% هم ليسوا أصلاء في إدارة الدولة، فإيقافهم عن العمل بعد 30/6 سيسبب إرباك بالعملية الإدارية للحكومة العراقية، وبالتالي سيقع ضرر. هناك تعاقدات على مستوى شركات أجنبية، هناك أمور فنية، يعني تحتاج المواطن يحتاج إلى هامش مدير عام أو أي شيء. لذلك كانت هناك ضرورة قانونية ملحة للتمديد، ولو أنه السيد عادل عبد المهدي أكملها لما أحتاج أنا للتمديد في خلال الفترة هاي. الفترة 3 أشهر أعتقد ستكون نهائية. مجلس النواب ليس لديه أي استعداد للتمديد أكثر من هذه الفترة. طيب. أصبح تعديل، هو حتى لم يكن قرار، هو تعديل لقانون الموازنة مثل ما لاحظتوا في الجلسات السابقة. كان هناك تعديل على هذه المادة، أعتقد تعديل على تعديل ثاني لن يكون هناك. طيب نعم، وضحت هذه النقطة. ما ردكم على أنه نائب عن الحكمة يقول أنه كتل ومن بينها سائرون يعملون عكس ما يتحدثون عنه في الإعلام، خاصة فيما يتعلق بالدرجات الخاصة؟ طبعا بعض الكتل السياسية لا أريد أن أذكرها لها، يعني كانت تريد أن تستمر إدارة الدولة بالوكالات، وخصوصا من اعترض على إنهاء هذا العمل، أو لأن كون المدراء العامين والدرجات الخاصة لهم النصيب الأكبر فيها في الدورات السابقة، وهم كانوا يديرون الدولة بالوكالة، وأكيد مصلحة كتلهم السياسية ترتضي أنه يستمرون إدارة الدولة بالوكالة حتى ينتهي. الواضح لساهرون اليوم، ساهرون زهدت في الوزارات ليس لها أي علاقة بالدرجات الخاصة. السيد عادل عبد المهدي له مطلق الحرية. الأسماء التي تم التصويت عليها يوم أمس داخل مجلس الوزراء لا أحد يعرفها. السيد عادل عبد المهدي نفسه تكتم عليها حتى تكتمل كافة الدرجات الخاصة ويسعلن عنها، لا لساهرون ولا لغيرها أعتقد وجود. أما الكتل الباقية فكانت
لها صاحبة النصيب الأكبر من الدرجات الخاصة السارية المفعول لهذه اللحظة، أكيد مصلحتهم لا تقتضي التغيير في الوقت الحاضر. طيب، لجنة مراقبة البرنامج الحكومي أكدت في تقريرها أن الأداء الحكومي غير مقنع، أنتم هل شخصتم نقاط خلل في أداء حكومة عبد المهدي؟ وهل ترون أنها بحاجة لخطوات إصلاحية لتجنب الدخول بوضع حرج؟ بالتأكيد اليوم حكومة عادل عبد المهدي لم تكن كما توقعنا كثيرا أنه ستسير بسرعة ممكنة. برر أكثر من مرة السيد عادل عبد المهدي بوجود بعض العقبات من ضمنها موضوع الدرجات الخاصة. أعتقد كسائر شخصنا كثير من المفاصل ورفعنا تقرير كامل للسيد عادل عبد المهدي، وخصوصا في مجالات الخدمية في الكهرباء وكذلك في النفط. لدينا أكيد أسئلة برلمانية وجهناها للسيد عادل عبد المهدي ولبعض الوزراء، وأعتقد الفترة القادمة ستشهد استجوابات من نواب سائرون لكثير من الوزراء. كما ذكرت يعني أيضا هناك انتقادات كبيرة للحكومة بشأن عدم التزامها بتنفيذ قانون موازنة 2019، خاصة الفقرات المتعلقة بتسليم واردات النفط الإقليم إلى بغداد. ما هي الخطوات التي سيتخذها البرلمان تجاه هذا الملف؟ يعني يوم غدا إذا تمت الجلسة سيتم استضافة وزير المالية حسب قرار رئاسة المجلس ووزير النفط وممثلي الحكومة للتوضيح عن عدم استيفاء المبالغ من إيرادات النفط. أعتقد قانون الموازنة هو حاكم وفاصل على كل الأحزاب وكل الكتل السياسية. قانون كان صريح وواضح أنه على مجلس النواب أو على الحكومة العراقية أن تستوفي 250 ألف برميل مقابل دفع رواتب الإقليم. لحد هذه اللحظة الإقليم لم يلتزم بهذا العهد. أعتقد أكو أكثر من طريق. مجلس النواب عازم على استضافة وزير المالية باعتباره وزير مالية اتحادي، اليوم أطلق رواتب للموظفين مقدما دون أن يستحصل إيفاء إيرادات النفط، فعليه أن يكون وزير مالية للعراق وليس وزير مالية للإقليم. هذا الموضوع بعد الاستضافة إذا لم نحصل على إجابات مقنعة سنلجأ إلى الاستجواب ثم الإقالة. طيب، ماذا بشأن قانون الانتخابات المحلية؟ هل هناك تحرك نيابي جاد لتشريع هذا القانون؟ وهل تم حسم النقاط الخلافية بشأنه؟ يعني لا توجد نقاط خلافية على مستوى عالي، بل هو قانون انتخابات كان هو مثار يعني جدل داخل اللجنة القانونية في بدايته، إلى أن تم الاتفاق مع المفوضية. النقاط كانت أكثرها هي نقاط فنية تختص عمل المفوضية من باب الأجهزة التحقق تسريع النتائج والبايومتري بطاقة الإلكترونية النافذة وغيرها. تم الاتفاق مع الكتل السياسية. يوم أمس كان هناك اجتماع للجنة القانونية مع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل، وضعنا اللمسات النهائية. أعتقد العقبة الوحيدة الباقي أمام التصويت على القانون هو موضوع كركوك. أنا أتمنى من الأخوة ممثلي كركوك سواء كانوا عربا أو تركمانا أو أكراد أنهم هذه فرصتهم التاريخية حتى ينتهي مجلس محافظة الذي استمر أكثر من 13 عام، فيجب أن تستمر أو تكون انتخابات في محافظة كركوك كبقية المحافظات، لا يوجد أي استثناء هناك. عدلنا كثيرا من المواد الموجودة في قانون انتخابات مجالس المحافظات، حددنا فترة الانتخابات وحددنا فترة حل مجالس المحافظات، ولن نعطي أي مجال للتأجيل مرة ثانية. الواقع الخدمي وسوء الخدمات المقدمة يعني 70% مسؤوليتها مجالس المحافظات والمحافظين. اليوم المحافظين في كافة محافظات العراق أعتقد لم يقدموا شيء لأبناء مدنهم مع وجود موازنات حتى وإن كانت بسيطة، لكن وجود إيرادات داخلية للمجلس ووجود إيرادات داخلية للمحافظ، تكالب الأحزاب وعدم استمرارهم لفترة طويلة أعتقد لم ينتج، يعني لم يصبحوا قادرين على إنتاج أفكار جديدة أو التعاون. هذا الفترة الست سنوات أو يعني دخلنا على أبواب السنة السابعة، أعتقد كان خطأ كبير ارتكبه المجلس النواب في الدورة السابقة في استمرار عمل مجالس المحافظات لأكثر من 4 سنوات. النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، شكرا لانضمامك معنا.